صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. تفضل. السلام عليكم. اكيد سمعتنا دكتور احمد تيجاني واحنا قاعدين عم نحكي عن منتجات الالبان والحليب وقد ايه الاطفال احيانا بيكون عنصر كثير حساس في خلينا نقول استهلاك الالبان والالبان لانه هي طبعا مفيده للعظام بشكل عام. كيد. صباح الخير. صباح النور. نورتنا بصباح الخير يا ابو. شو رايك بالموضوع؟ والله فعلا هو الاطفال بطبعهم يعني الحليب لكثير منهم ما مستساغ ما يحبه. فشركات الألبان دلوقتي بدأت تطور تضيف بعض النكهات الطبيعية من الفراولة الشوكولاتة موز أي مواد عشان ترغب الأطفال في شرب الحليب. نحن عندنا منتج رائع جدا اسمه نيوتري بوست بالذات للأطفال ممتاز جدا. المنتج ده الفائدة بتاعته فيه كل العناصر اللي بيحتاج لها الجسم لمدة 8 ساعات. فالأطفال في كثير من الأحيان يرفضوا وجبة الإفطار ما عايز يفطر قبل ما يمشي المدرسة ودي في كثير من الأطفال. فالمنتج هذا محسوبة فيه الكميات اللي بيحتاج لها من الألياف من المعادن من الفيتامينات من البروتينات من الدهنيات بتكفيه لما نشرب الصباح حتى لو ما فطر ما مشكلة يعني لغاية وقت الغداء بكون حتى بالنسبة للبالغين يعني مش للأطفال بس. طيب دكتور قد ايه مهم بناء جسر الثقة يمكن بين الشركة المصنعة والمستهلك وشو عادة بتكون أساسيات هذا الجسر؟ والله ده سؤال جميل جدا. بناء الثقة أهم شيء الشركة تهتم بالمستهلكين. يعني عندنا حاجة اسمها فارم تور اللي هي جولة سياحية داخل المزرعة مدربين 6 بنات على سن يستقبلوا العوائل أطفال مع الأب والأم ويعملون جولة يشوفوا البقر يشوفوا العجول يتعرفوا على التغذية الأكل كل النشاطات اللي احنا بنقوم بها يزوروا المصنع يشوفوا بعينهم حليب طبيعي بيجي من المزرعة بيتصنع وعندنا ساحة كبيرة جدا ممكن يراقب كل المراحل بتاعة الإنتاج. هذه بتعمل ثقة بين المزرعة بين الشركة والمستهلكين بتاعنا. بالإضافة عندنا نحن جمعية اسمها جمعية المستهلكين. الجمعية هذه في كل منطقة عندنا عدد مقدر من الأمهات ومن الآباء اللي بيشتروا الحليب اللي بيشتروا منتجاتنا. بندعون لعشاء وفي العشاء بنتكلم معهم ايش انطباعاتهم عن منتجاتنا، ايش انطباعاتهم عن خدماتنا، في عندهم اي انتقادات بنتقبلها. بالإضافة تاني للسوشيال ميديا عندنا فيسبوك عندنا سناب شات عندنا بينترست. في السوشيال ميديا بنتخاطب مع كل العوائل والأسر. الأطفال اللي بيجي يزورونا عملنا لهم برنامج جديد وممتع جدا بالنسبة لهم. بيتعرف على عجلة معينة مثلا صغيرة يحبها ياخذ الرقم بتاعها بنقوم نتواصل معها ونرسل له صور عنها كل ما كبرت كل الحاجات اللي بتحصل لها فإتس ريلي فان يعني وزي ار فيري اكسايتد وبيكونوا منفعلين انفعال كبير جدا وحتى بيرسل لنا رسائل وين عجلتي وين صار لي ايش صار لي. حلو حلو. احنا لازم نروح نعمل تور في المزرعه دي لان انا بحب الحليب كمان جدا ايام المدرسه كنا نروح دائما. صح. بس دكتور عايزه ارجع معاك لموضوع اهتمام الشركات بجميع الفئات وجميع الاحتياجات زي ان هم مثلا بيعملوا حليب كامل الدسم حليب خالي الدسم حليب وسط زبادي دايت زبادي للام الحامل في مثلا ميكس العصاير. قد ايه مهم انك تكون ابديت ومتابع دائما السوق يعني واحتياجاته بشكل عام. صحيح. هو طال عمرك المستهلكين الحين صار عندهم اختيارات مختلفه ومن حقهم يعني ما دام انا بدفع مبلغ عشان اشتري سلعه من حقي اشتري السلعه اللي تتناسب مع صحتي مع ذوقي. فعده خيارات موجوده في السوق. المستهلك اليوم صار غير المستهلك في السابق. يعني المستهلك قبل 10 سنوات يا الله يقرا تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحيه. الحين المستهلك صار واعي نسبه للعصر بتاع المعلومات. نحن الحين في عصر المعلومات، المعلومات متدفقه من كل صوب ودوب. في الجوجل بتحصل، في الفيسبوك بتحصل، في كل مكان المعلومات متوفره. فالمستهلك الحين صار يقرا المحتويات بتاعت المنتج.
العناصر اللي موجودة فيه. إذا مثلا عندي نقص فيتامين دي أشوف هل المنتج ده فيه فيتامين دي ولا ما فيه فيتامين دي. إذا أنا مثلا عندي وزن زايد أشوف نسبة الدهون في المنتج ده عالية ولا قليلة، هل خالي الدسم قليل الدسم مضاعف الدسم. الحين كل المنتجات موجودة. بس دكتور دائما كل الكلام يمكن احنا ما نقدر نشوفه الا كيف بالمجهر. انا ما اعرف ليش يعني دائما التاريخ والمواد تكلمت عنها اني اضطر اني اخليها كذا، مش مع أي مع كل الشركات تقريبا. صحيح. هو طال عمرك هذه المشكلة لانه البلدية بتصير على معلومات كثيرة والحيز اللي انت بتحط المعلومات فيه ضيق، ما تقدر يعني مثلا قرشة 150 مللتر فما عندنا غير سنتيمتر سنتيمتر ونص. هذا غير اللوجو اللي موجود هافا ياخذ مساحه اكيد طبعا. بس احنا مرات نسمع يقول لك مثلا يقول لك اللو فات نفسه هو الفات، هو لا تختار من بينهم. يقول لك لو اخترت حليب مثلا لو فات وحليب كان فيه كلرز او فيه مش فيه فات هو طال عمرك يقول لك هو نفس الشيء. الطب الحين الطب حيرنا، اول كان يقول لنا الدهون مو زينه صح زين، الحين كل الناس داشين على الكيتو دايت. الكيتو دايت يقول لك 70% دهون 20% بروتينات و10% فقط كربوهيدرات اللي هي النشويات. فالحين الدهون صارت مرغوبه، فنحن عندنا حليب مضاعف الدسم اللي هو 7% دهون. الحين الاطباء بيقولوا ده احسن واحد. قبل 5 6 سنوات يقول لك لا لا هذا بيزيد الكوليسترول وخطير وما فجاه قالوا لك انهم نفس الشيء لا تختار كل زيرو هذا هو واحد. في رأي في تغييرات كثيره بتصير. طيب دكتور احيانا بنشوف كمان الامهات بتستخدم المنتج دايركت من غير ما تقرا مثلا طرق استخدامه او ما يبقاش عندها معلومات، يعني ان الزجاجه ممكن تتفتح ازاي، يعني تتقفل تاني مظبوط ولا اللبن يتغلي قبل ما يتشرب ولا لا. عندكم مثلا كتيب بيدي ارشادات زي كده في مثلا الطرق اللي حضرتك قلت عليها، او من خبرتك ممكن تنصح الامهات والسيدات البيوت اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي؟ طال عمرك الحليب الاولين كان عندهم ابقار وغنم وماعز ورا البيت وبيحلبوهم باليد وبيدخلهم. الاغنام هذه والابقار اللي تنتج الحليب في كثير من الاحيان تكون مصابه بامراض بيسموها زونيتك ديزيز اللي هي الامراض اللي تنتقل من الحيوان للانسان. الشيء المؤسف 70% من الامراض بتنتقل بين الحيوان والانسان. فهذه الأمراض أخطر مرضين ممكن ينتقلوا عن الحليب، مرض الحمى، الحمى المالطية ده مرض خطير جدا، ومرض السل. ديل الاثنين ممكن ينتقلوا. هو الحمى المالطية أظن تأتي من الكلاب بس تعدي الحيوانات. هي موجودة في الأبقار. الحمى المالطية في عندها أنواع كثيرة لكن من الأبقار ممكن تعدي الإنسان. في الحليب الغير مبستر عشان كده كان في الأولين لازم يغلوا الحليب. الحين لحسن الحظ البسترة لما جات في تصنيع الحليب جات عشان هذا الغرض، عشان تغذي على البكتيريا اللي موجودة في الحليب. انت البسترة ايش هي؟ انت بترفع درجة الحرارة ل 75-76 درجة مئوية وفجأة تنزلها وتاني ترفعها، فأي بكتيريا موجودة النقلة الفجائية للحرارة هذه بتقتلها. فلذلك الحليب المبستر ما يحتاج نغليه أبدا، بالعكس أفضل ما نغليه، لأنه الحليب البروتينات اللي فيه والفيتامينات اللي فيه حساسة جدا بالنسبة لدرجة الحرارة العالية. ولذلك نحن ما بننصح بتناول، رغم أننا بننتجه حليب طويل الأمد حليب البودرة، ما بننصح الناس يتناولوه لأنه هذا الحليب هو كان حليب طبيعي لكن درجة الحرارة اللي رافعينها 125 درجة مئوية. هذه تفقد كل العناصر الموجودة فيها. هي بتقتل البكتيريا لكن زي ما تفضلت بتقتل برضو، بتقلل النسبة بتاعت البروتينات والنسبة بتاعت الفيتامينات. فأفضل شيء حليب يكون مبستر الواحد يشربه بدون، ممكن يدفيه عشان لو داير يضيفه للقهوة للشاي، ولو شربه بدون ما يدفيه كمان أفضل. ممتاز. يعني يمكن بما بنتذكر انهم كانوا على طول ياخذوا ويحلبوا من البقره ويشربوا. مزبوط. وهلا مع التطور فادنا وكمان يمكن بيقلل نسبه ال خلينا نقول الفيتامينات والبروتينات. صحيح. بس كمان دكتور احمد حفظ المواد الالبان والحليب وهي القصص لازم يكون كثير دقيق وكثير حساس. أكيد. لانه احيانا مثلا بنروح على السوبر ماركت طريقه الحفظ ما بتكون سليمه مع انه تاريخ الصلاحيه شغال. مزبوط. شو الاشياء اللي لازم نراعيها خلال من خلال حفظنا للالبان؟ طال عمرك كثير من الزبائن يقول لنا مشينا السوبر ماركت هذا ما حصلنا حليبكم ما حصلنا منتجكم.
نحن عندنا سياسة متبعينها ومصرين على إصرار شديد، وأنا بتابعها بنفسي. أي سوبر ماركت أو بقالة إذا درجة الحرارة بتاعتها فوق 5 درجات مئوية بوقف السبلاي، ما بيعطيه. أفضل أنا أمنع المنتج بتاعي ما يخش بقالة زي هذه، ولا أعرض المستهلك لخطورة، لأنه الحليب حساس. هذا الحليب ما حليب معقم، هو حليب مبستر لأربع يوم خمس يوم، إذا حفظ في درجة حرارة أقل من 4 درجات مئوية يكون صالح. أول ما ترتفع درجة الحرارة في بعض البقالات لقيناها 16 17 20، ثلاجات ثلاجة تكون درجة الحرارة فيها 15 16 درجة مئوية. فزيدين نحن عندنا سياسة ممنوع ما نعطيهم أي منتج. أفضل المستهلك يجي وما يحصل المنتج بتاعي ولا يشتري منتج درجة حرارته 16 17. طيب دكتور، حابب استفسر عن قصة إذا أنتم حابين تنزلوا منتج جديد، هل مثلا بتعملوا أبحاث تسويقية بين المستهلكين أو بتنزلوا عينات، أو في حال نزلتوا منتج وحسيتوا ما في إقبال من المستهلكين بتسحبوه من السوق أو بتم عليه تعديل؟ ده سؤال جميل جدا وأنا أحب أتحدث عنه. طال عمرك زي ما أنا قبل ذكرت أنه المستهلكين صار الحين غير، نحن الحين داشين في عصر الذكاء الصناعي ابتداء من العام القادم 2020. عصر المعلومات السنة هذه خلاص بيكون خلص. فالمستهلكين في كل عصر من العصور دي، الديجيتال، العصر الرقمي، عصر المعلومات، والحين عصر الذكاء الصناعي، عندهم تفكير مختلف واحتياجات مختلفة. طال عمرك نحن شغالين مع مركز اسمه سينوجينيك سنتر في الولايات المتحدة الأمريكية، ومركز ثاني في فنلندا اسمه نيو سمارت. المركزين ديل شغالين على إطالة عمر البشرية ل 150 سنة. وال 150 سنة مش تكون بس عمر، يكون منتج الشخص، يكون منتج. أنا لما زرت المركز بالذات بتاع نيو سمارت في هيلسينكي، الناس اللي كانوا جالسين في القاعة بتاعة الانتظار كان عمرهم فوق 90 95 سنة، لكن ناس ويل بيلت، صحتها كويسة، صحتهم ممتازة، بتحركوا بنشاط، ما عندهم كريش، ما عندهم عضلات وشيء يعني حيرك. فناس زي ديل أكيد حيحصلوا عمر 150 سنة. فقمنا طورنا منتجات بنسميها المنتجات الوظيفية. هذه منتجات جديدة. المنتجات الوظيفية إيش هي؟ هي منتجات حليب عصير طبيعية، لكن مضافة لها برضو مواد طبيعية بنفس القدر تعالج مشاكل عصرية حديثة. يعني دلوقتي جلسنا مع دائرة الصحة في دبي، أكثر مشكلة بيعانوا منها المستهلكين في دبي نقص الفيتامين دي. 80% من السكان في دولة الأمارات بيعانوا من نقص الفيتامين دي. يعني إحنا هسه مثلاً 5 فينا 4 بيعانوا من نقص الفيتامين دي، أكيد إحنا 5 اللي جالسين ديل. زين، نقص الفيتامين دي بيشكل مشكلة كبيرة جداً، لأنه بيصيب آلام الظهر، آلام المفاصل، الإنسان أثناء النهار يكون عنده خمول، عنده زهق بدون سبب، المناعة بتاعته تقل، تجيه الرشح كثير، يمشي للدكتور كثير، يمشي للأطباء، يزور المستشفيات كثير، بيكون أوف، ما بيمشي الشغل، يعني يتغيب عن العمل 70-80 يوم في السنة، ده إنتاجه بيقل. فأنتجنا حليب سمينا فيتامين دي، فيتامين دي ملك. أنتجنا الحليب المنتج اللي قلت لك بديل لوجبة الإفطار اللي اسمه نيوتري بوست. الحين بنطور في منتج لنقص السكر في الدم للناس اللي عندهم سكري، مرض السكري. بننزل منتج السنة الجاية للناس اللي عندهم أوبيسيتي، لأنه دائرة الصحة من ضمن المشاكل اللي بيعانوا منها ارتفاع الوزن بالذات بالنسبة للأطفال، ودي شيء غير صحي. فبنضيف للمنتج ده منتج طبيعي مستخلص من نبات اسمه فينوميت. هذا النبات ينمو في أمريكا الجنوبية، وأثبتت تجارب أنه منقص الوزن حوالي 5% في الشهر، which is good. يعني ده حننزله إن شاء الله السنة الجاية. في عندنا منتجات خشن، المنتج اللي هو بديل الإفطار اللي حضرتك بتقول عليه ده، اللي هو فيه فيتامين دي، هينزل السنة الجاية. لا ده فيتامين دي اوريدي موجود في السوق. عشان بس اخلص الحلقه اروح اشتري. انا معك. فيتامين دي ملك موجود في السوق، والنيوتري بوست اوريدي موجود في السوق. لكن المنتجات بتاعت نقص الوزن وارتفاع الضغط، بتنزل ضغط الدم وتنقص السكر، دي للسنه الجايه. عندنا منتجات بنطور فيها للمرضى، مرضى النسيان،
دايمنشيا بقوي الذاكرة، حتى بالنسبة للأطفال عند الامتحانات والمذاكرة بقوي الذاكرة بتاعتهم. ده حننتجه 2021. تطوير المنتجات للأسف بياخد وقت طويل لأنه في إجراءات طويلة بتتابعه يعني. ونحن دلوقتي الروابي، شركة الروابي للألبان ماشي في المجال هذا، يعني عايزين كل منتجاتنا 60% منتجاتنا تكون منتجات صحية تعني بصحة المجتمع، ونقدم منتجات للمستهلك بتاعنا تتماشى مع صحته، لأنه الناس كلها الزمن هذا عايزة تعيش سنين أطول ويعيشوا بصحة جيدة ويتجنبوا الأمراض المزمنة الحديثة هذه. مزبوط، والوقاية خير من العلاج، إنه إحنا نلتزم بطريقة غذاء مناسبة وصحية أفضل من إنه إحنا نفوت في معمعة العلاج. دكتور أحمد تيجاني كتير شكرا لك على هاي المعلومات، وأكيد رح نيجي أنا والصبايا ومهند بالزيارة لعندكم ونتعرف على أماكن المصنع. مرحب بكم. رح نطلع بريك ومن بعدها راجع. شكرا لك. شكرا.